لو سمحت ضعفت حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بدون ما يس حرام عليها راح الجنة وفي مشاكل كثير تستشهد به. حديث ضعيف سنده ضعيف ماذا أقول لك؟ حديث سنده ضعيف. وبعد أن الله قال خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. امرأة لا تريد زوجها لا تحبه وطلبت الفراق ما في مشكلة. أعرف أن هناك من صححه لكن الحديث ضعيف أكرر الحديث ضعيف.